زعما نكبرهم هكذا ونخليهم ناتشورالمون دايرين في حلوكو. كيجيب لي الله دايره بحال شي حوته. مرحبا بكم في القناه ديالي زي بيوتي. انا فرحانه بتواجدي معكم اليوم في فيديو جديده اللي كنتمنى انها تعجبكم. اون توكا ما تنساوش ديروا واحد الاشتراك بالقناه عفاكم، ديروا سبسكرايب للقناه، ما تنساوش تخليوا الاصابع الزرقاء ثامز اب الى عجبتكم الفيديو. بطبيعه الحال ما تنساوش وما تبخلوش عليا بلي كومونتير، قولوا لي واش فاتين جربتوا مرحله من هاد المراحل اللي غادي نقترحها عليكم في هذا الفيديو، وقولوا لي شنو هما الفيديوهات اللي تبغيو تشوفوا قريبا في القناه ديال اليوتيوب ديالي زي بيوتي. اذا هذا الفيديو غادي نشوفوا واش غادي نقدروا حتى حنا نحصلوا على الشفايف ديال كايلي جينر بلا شيروجي، يعني بلا جراحه تجميليه. حيت ملي كتهضر مع كايلي جينر كتقول لك ما عاودات شنايفها وبلي شفايفها ناتوريل، الوغ كو شفايفها كانوا بحال هكا ولاو بحال هكا. اذا واش حتى حنا يمكننا نحصلوا على هذه النتيجه في الدار بلا جراحه تجميليه؟ سي اون نون كرو كايلي جينر يمكن لينا. اذا هادشي اللي غادي نجربوا في هذا الفيديو، وما غاديش نديروا لا انجيكسيون ديال بوتوكس لا حتى شي حاجه. المواد او المنتوجات التجميليه الوحيده اللي غادي يمكن لي نستعملها في هذا الفيديو هي فرشه الاسنان، شيته اسنان، فولر ليب، ولا ما كانش عندكم ماشي مشكل غتستعملوا غلاقه ديال قرعه سيدي علي ولا قرعه الماء اللي عندكم. اصنا دو ليب كونتور، واحد فونسي انا خديت هذا ديال فلور مار رقم 231، وواحد كولور نيود هذا بومبشيل ديال هدى بيوتي. غادي نستعمل ليكويد ليبستيك ديال هدى بيوتي تانت بومبشيل اللي وصلني من اوكتولي. غنستعمل هاد الجلوس ديال جيرار كوزميتيكس اللي هو لاتان ديالو كاندي كيس، وغادي نحتاجو الباليت ديال كونتور وباليت ديال هايلايت. هذه هي المنتوجات التجميليه الوحيده اللي غادي يمكن لي نستعملها في الفيديو. اذا الا بغيتو نتوما تحصلوا على شفايف بحال ديال كايلي جينر ولا غير بحال ديالي بعدا، حيت كايلي جينر شويه القضيه صعيبه تحصل عليها بطريقه طبيعيه، تبعوا هذا الفيديو حتى الاخر غادي نوريكم كيفاش ديروا يكونوا عندكم شفايف كبيره. والمرحله الاولى اللي غادي نقوموا بها باش يبانوا الشفايف ديالنا كبر هي لا ما غاديش نغسلوا سناننا، هاد الشيته ديال السنان او هاد فرشاه الاسنان غادي نستعملوها باش نقشروا الفم ديالنا. هاد العمليه ديال التقشير لاش كتصلح؟ كتصلح تو سامبلومون انها تحيد لك البشره الميته او لي بوموغت اللي كيكونوا في الفم ديالك، يعني كيولي الفم ديالك كيبان نظيف نقي وما فيهش القشره بتاتا واطلاقا. والحاجه الثانيه اللي كتمكننا اننا نديروها هي اننا نحركوا الدوره الدمويه هنايا في الشفايف ديالنا، الشيء اللي كيبينهم كبار شويه. اذا هذه المرحله الاولى غادي نقوم بها. من الاحسن تاخذوا شيته سنان اللي رطبه شويه باش ما تضركمش في الشفايف ديالكم. اما الا بغيتو انا كنحك بها غير هكذا ناشفه، اما الا بغيتو ديروا غوماج اولا مقشر على حقو طريقو راه حطيتو لكم في هذا الفيديو اللي غنحط لكم هنا في هذا اللي هنا، فيديو ديال بيوتي تريكس اللي كنت حطيت لكم على القناه ديالي ديال اليوتيوب. كتلاحظوا فمنا كيولي حمر اصلا، كنحركوا الدوره الدمويه. مورا ما قمنا بهاد المرحله الاولى وحكينا الشفايف ديالنا، المرحله الثانيه اللي غادي نقوموا بها هي استعمال هاد الفولر ليب. الا ما كانش عندكم الفولر ليب ماشي مشكل، خذوا غلاقه ديال القرعه ديال الماء. هاد التكنيك اللي غادي نوريكم دابا ما خاصكمش ديروها بزاف، حيت الا درتوها بزاف كتخرجوا على الشفايف ديالكم. حيت هاد العمليه شنو هي؟ هي كتخلي الدم كيجي كيولي كيجري بزاف في الشفايف ديالك باش كيتنفخوا باش كيبانوا كبر. ولكن هاد العمليه ما كننصحش بعدا الا كان عندك اقل من 18 عام ما كننصحكش بتاتا واطلاقا انك تقومي بهاد العمليه. بالنسبه للبنات اللي عندهم 18 21 عام كلهم يقوموا بهاد العمليه، ولكن كتستعملها ماكسيموم مره في الشهر الى ومره في الشهر بزاف، مره في 3 شهور ولا شي حاجه فريمون. الا كانت عندك شي عراضه ولا شي مناسبه اللي فريمون بغيتي الفم ديالك يبان فيها كبير. اذا انا غادي نستعمل الفولر ليب وغادي نوريكم كيفاش كنستعملوا هذا، نوريكم بعدا الفولر ليب كيفاش كيتستعمل. هذا خديته من عند دكتور ويماشا.
كي بدا يتنفخ شويه. غادي نوريكم كيفاش تقدروا ديروا نتوما بهذه ديال قلعه سيدي علي باش ما كانش عندكم الفولر ليب. اذا كتشدوها بحال هكا لاحظتوا كيتنفخ، ولكن هاد العمليه كضر شويه يعني ما كنصحكمش بها بزاف بزاف بزاف. بالنسبه للبنات اللي خافوا انهم يستعملوا هاد التقنيه، يمكن لكم تنقزوا هاد المرحله الثانيه. دونك هاو فمنا كبر كنحس به سخون. بعد شنو غادي ديروا باش يبان الفم ديالكم اكبر؟ غادي تاخذوا كريون ديال لي ليفغ او لا قلم هكذا ديال الشفايف ديالكم اللي يكون شويه فونسي، ما يكونش قلم نيود، يعني يكون قلم يعني في لون بحال هكا غامق شويه. اذا الى درتوا المرحله الثانيه مرحبا، الى ما درتوش المرحله الثانيه ودزتوا المرحله الثالثه نيشان مرحبا نتوما. المرحله الثالثه غادي تحتاجوا فيها الكريون اليفغ او لا قلم ديال الشفايف اللي غادي نتراسيو به الشفايف ديالنا. القلم خاصو يكون فونسي شويه، يعني يكون غامق حيت هو غادي يبين لينا الشفايف ديالنا كبر. غادي ناخذ قلم غامق ومن بعد غادي ناخذ قلم نيود اللي غادي نعاودو نجيو نتراسيو به. اذا غناخذ انا هذا ديال فلوغما نمره 231 وغادي نتراسي به الفم ديالي. وشوفوا كيفاش خاصكم تراسيو الفم ديالكم، ما عمركم تتراسيو الفم ديالكم خارج مثلا على الفم، مثلا هو فمي ما غاديش نتراسي انا هنا، كتجي مفروطه. ملي غادي تجي تراسي فمك وتبغي تبينو شويه كبر، خاصك تراسي في هاد الخيط الابيض، هاد الخط الابيض اللي كيكون فوق الفم ديالنا. يعني ما تمشيش في هاد المارون اللي في الفم ديالنا نيشان، سير تراسي في داك الخط الابيض اللي كيكون شاد على الفم ديالنا وتبعو نيشان. ما تحاولش تخرج عليه، ما تحاولش تكبرو، كيبان الريزولتا فيك. يعني من الاحسن تبع الخط الطبيعي ديال الشفايف ديالك. اذا كنجيو صعيب عليا نتراسي بيد وحده، كيعجبني نتكونسونطرا. تبعوا الخط الابيض اللي فوق الشنايف ديالكم، ما تحاولوش تمشيو فوق داك الخط الابيض اللي كاين في الشنايف ديالكم باش يبان الريزلتا طبيعي، حيت سينو غادي نبانو اننا خارجين. ولتحت نفس الشيء، يعني كتمشيو مع داك الخط الابيض اللي كاين تحت الشنايف ديالكم وما تحاولوش تهبطوا عليه وتبعوا الخط هذا. الشيء زعما كنأكد عليه بزاف. من بعد غادي نجي نلون به شويه لداخل ديال الفم ديالي، غير شويه ما غاديش نديرو كامل حيت من بعد غادي نجي نخلطو مع اللون ديال النيود. ما بقاوش هكا، ما تخافوش، ما بقاوش هكا كيلكلون. غادي نجيو غنحطو هاد الكريون، كنحط داك القلم ديال فلوغ ماغ، وكناخذ هاد القلم ديال هدى بيوتي في لون بومبشيل. هذا سيان نيود فريمون زوين 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 هاد اللون، القلم ديال هدى بيوتي فريمون تاهو زوين. اذا كنجيو وكنكمل به الفم ديالي كامل. اذا كما كتشوفوا معايا انا خليت لا كولور فونسي هنايا في الجناب ديال الفم ديالي، ولا كولور كليغ درتها هنايا الوسط الشنايف ديالي باش كيعطي داك لو كوتي ديال الفم كبر. يعني بالعاني انا خليت هاد لا كولور هنايا فونسي شويه، ولكن غادي نجي وغادي نقاد كلشي بالغوج اليفغ ديال هدى بيوتي نيت لون بومبشيل، هو لون نيود. اذا ديجا هانتوما شوفوا معايا فمي كيبان كبر كبر من فمي الطبيعي، وهذا هو النتيجه اللي كنا باغيين نوصلوا ليها. ولكن مازال الا بغينا نزيدوا نكبروا فمنا مازال كاين مرحله، كنظن هذه ثالثه ولا رابعه. اذا المرحله الخامسه اللي يمكن لكم تضيفوها باش يزيد يبان الفم ديالكم كبر وكبر، هي تاخذوا جلوس. واخا انا ما كيعجبونيش لي جلوس، ولكن لزوم الفيديو غادي نستعملوا جلوس. غادي ناخذ هذا الجلوس كنظن كاندي كيس ديال جيرار كوزميتيكس، حتى هو واحد نيود كيشعل فيه الضوء. هادو ديال جيرار كوزميتيكس كيشعل فيهم الضوء، لكن انا كيعصبني حيت ما كنبقى نشوف والو.
نخليه هنا هادشي كليغ بحال هكا بالعاني هكا. نخلي الوسط بالعاني كليغ على جناب. انا شخصيا ما كيعجبنيش الفم يكون باين كبير بزاف، ولكن بغيت نوريكم هذه الطريقه بالنسبه للاشخاص اللي كيعجبهم فمهم يبان كبر. من بعد شنو غادي نديرو باش غادي نزيدو نبينو الفم ديالنا كبر وكبر؟ مازال غادي نلعبو بالكونتور والهايلايت باش يزيد يبان الفم ديالنا كبر وكبر. اذا غادي ناخذ هذا الكونتور ديال بينيفيت، خديتها من عند اسماء اكسسواريز شوب. غناخذ لا بودغ ديال اولى. سناني فيهم العكار كي ديما سناني فيهم العكار. دونك كناخذو البودغ كونتورين ديال هولا وكنديرها هنا تحت الفم ديالي هنا هاد الجهه باش كنكري ايفي ديال فمي خارج كثر. اذا غنوضعوها بحال هكا هاد الشكل هذا. غادي نجيو نستونسيوها ما تخافوش ما نخليوهاش هكا. اي بالفم ديالنا شويه كبر هكا. ومن بعد غادي ناخذ هذا الجلو كيت اللي خديته من عند حنان امريكان شوب باي حنان. اي هذا غادي نديرو فلارك دو كوبيدون هنا في هاد الفي اللي كاينه في الفم ديالي. نقدر ناخذ غير بصبعي ونعملو هنا باش كيبان الفم ديالنا كبر على هاد الشكل هذا. وهذه هي النتيجة. Pop Danthology. هذه هي الفيديو اللي اقترحت عليكم باش يوليو عندكم شفايف زوينين وكبار بحال ديال كايلي جينر. بوتيت با بحال كايلي جينر باسكو كايلي جينر انا متاكده بانها دايره جراحه تجميليه وهي كتقول ما دايرهاش حيت ما يمكنش يكون في مكان بحال هكا ويولي بحال هكا. كنظن هذه من سابع المستحيلات، ولكن وريتكم تقنيات اللي تقدروا تكذبوا بها شويه باش يبانوا شفايفكم كبار. راكم شفتوا انا شفايفي كيفاش كانوا دايرين في الاول وكيفاش ولاو علاش كندير هكا كيفاش ولاو في الاخر. وكيفاش ولاو في الاخر يعني كنظن ان النتيجه واخا هكاك باينه ناتوريل ما بيناش داك اللي باري الفمي باش يكبر ما بيناش دايره فحول هوكو يعني باين نتيجه طبيعيه وشفايف زوينين سون اون فيغ ترو كما كنقولوا. كنتمنى هذا الفيديو تكون عجبتكم. ما تنساوش خلوا لي اصابع زرقاء الى عجبتكم الفيديو تامز اب عافاكم. ما تنساوش الاشتراك بالقناه وتعرضوا على صحاباتكم حتى هما يشتركوا معنا بالقناه. وما تنساوش شير الفيديو بارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحاباتكم عافاكم عافاكم عافاكم. كنتمنى هذا الفيديو تكون عجبتكم. كندير لكم بوسات كبار ونقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. تهلاو لي فريوزكم. ايه مازال ما درتي اشتراك ديري اشتراك ديري اشتراك وديري تامز اب وخلي كومنت خلي كومنت وقولي شنو هي الفيديو اللي تبغي تشوفي في القناه ديالي المره الجايه.